النادي الاهلي واقترابه من التتويج بالدوري. معانا نجم الفريق محمد معوض، يعني كابتن محمد معوض الف مبروك الفوز النهارده، مباراه كبيره اعتقد انتوا الاحق بالبطوله بعد خاصه بعد مباراه اليوم. الحمد لله كسبنا، كان ماتش صعب طبعا والدوري قرب، لسه فاضل ماتشين محتاجين، يعني هنقول مكسب ان شاء الله، ربنا يكملنا على خير ان شاء الله. يعني يمكن كابتن هيثم بيدعبك على الهواء بيقول لك انت غيرت التيشيرت الازرق ورجعت تاني للاحمر، يعني النهارده شايفك بتتكلم كتير مع زمايلك، كنتوا مصرين على الفوز، يمكن كان في كلام كتير بعد الشوط الاول والخساره، اعتقد لميتوا بعض بسرعه وقدرتوا تبقوا عند الميعاد كعهدنا بيكوا دايما وقدرتوا تحققوا الفوز. ما طبعا خسرنا اول شوط وانت عارف ده ماتش قمه وكمان ماتش مهم جدا بالنسبه لنا زي ما حضرتك قلت، بيقربنا جدا من الدوري، فيعني كانت الدنيا ما اعرفش ما دخلناش كويس قوي في الماتش، هما كسبوا اول شوط فكنا محتاجين بس يعني نهدى كده شويه ونركز تاني وناخد الامور ببساطه، والحمد لله ده نكسب الشوط التاني يعني بصعوبه شويه، والثالث والرابع كان مستريح الحمد لله. اتكلمتوا مع بعض وقلتوا لبعض ايه؟ يمكن انا شايف كنتوا اتجمعتوا وكان فيها احاديث، انت كنت بتتكلم مع لعيبه كتير وعبد الله عبد السلام واكثر من لاعب، كنتوا بتقولوا لبعض ايه بعد خساره الشوط الاول؟ انا وعبد الله، عبد الله طبعا كابتن الفرقه وبلاي ميكر في الملعب القصير، وانا الليبرو، فبنحاول نكوت شويه يعني هو قدام على الشبكه وانا ورا، كنا بنحاول بس يعني نهدي الناس شويه، ما دخلناش في الماتش كويس قوي، هم دخلوا بحماس عالي قدروا ياخدوا اول شوط، فكنا محتاجين يعني نركز شويه بس ونخش في الماتش واحده واحده، احنا عارفين الحمد لله احنا احسن ونلعب بس الفولي بتاعنا وكنا هنكسب ان شاء الله. يعني كلكم يمكن كابتن محمد مصطفى او اللاعبين كلكم كنتوا بعد المباراه مصرين ان لسه الدوري ما اتحسمش، الدوري قرب لكن لسه ما اتحسمش، فاضل ماتش الجيش وماتش سموحه، يعني شايف الماتشين دول ازاي وان شاء الله ايه السبل اللي تخليكم تقدروا انكم تحسموا الماتشين وبشكل عام تحسموا الدوري؟ احنا للاسف عندنا تجربه وحشه السنه اللي فاتت، الدوري راح على شوط، فده لسه فاضل ماتشين وبالتالي محتاجين نقطه ومحتاجين على الاقل فوز، ففي ماتشين، ماتش سموحه اللي جاي كل تركيزنا عليه في الشرطه ان شاء الله يوم الجمعه، ده ننزل طبعا يعني هنحارب كانه نهائي، نكسب الماتش ان شاء الله ونفرح بالدوري، وماتش الجيش ملوش لازمه يعني مش هنبص لبعد ماتش سموحه، والماتش ده ان شاء الله ننزل نكسبه ونبقى خلاص كسبنا الدوري ان شاء الله. يعني يمكن يعني ده قدركم كلاعبين النادي الاهلي، مطالبين دايما انكم تبقوا المركز الاول، خلصتوا الدوري او طلبت منه بعد كده في افريقيا وفي الكاس، يعني طول الجمهور كله مستني منكم كل الانجازات. طبعا احنا بنحاول يعني احنا عارفين هم ورانا الماتشات دي من غير جمهور، بس ان شاء الله انا عارف هم هيعوضوا في افريقيا الماتشات بجمهور، انا عارف هيملوا الصاله، هتبقى بطوله صعبه جدا طبعا، زي ما حضرتك قلت النادي الاهلي انت طيب تكسب كل البطولات، بتخلص من حاجه بتخش في حاجه، واحنا يعني محظوظين جدا ان احنا بنلعب في نادي كبير كده زي النادي الاهلي، انت على طول بتنافس وراك دعم كبير جدا وناس يعني تلات ارباع المصريين بيحبوا النادي الاهلي، فده شرف كبير لاي لاعب نلعب في النادي الاهلي، وان شاء الله نوعدهم السنه دي ثلاثيه ان شاء الله. شكرا، حاول نتمنى لكم دوام التوفيق في اللي جاي ان شاء الله. شكرا. كابتن هيثم يمكن دي كانت الاجواء هنا من الملعب، يمكن اجواء اكثر من رائعه، اكتملت الحمد لله بالفرحه وفوز النادي الاهلي كعادته دايما، وان شاء الله يضاف لقب جديد لملوك الصالات. شكرا جزيلا كابتن هيثم. شكرا جزيلا محمد.